بنا كده في نفس الوقت تندد بها، في نفس الوقت نحمل مسؤوليته. بالنسبة ما تم ترويجه في وسائل الإعلام حول العرس اللي تم البارح في معتمدية علاء، وبالتحديد في منطقة الخضورية في الجاورية. شوف، أولا صاحب العرس هذايا تم استدعاءه من قبل العرس بثلاث أيام، تم تسجيل التزام من طرفه شخصي بعدم القيام بالعرس نتاعه، وعندنا محضر كتاب من طرف رئيس المركز. سيكوندو البارح لل 11:30 نتاع الليل، سيد معتمد سيد المركز في زيارة قرب العرس، ما ثم حتى مظهر مظاهر الاحتفال، ما رعانا إلا نصف الليل بدأ العرس نتاع 5 نتاع الصباح. احنا كل الإجراءات القانونية تم القيام بها وتم عليها من النيابة العمومية، وانا من الموقع هذا نحب نندد بالتصرفات هذه، ونحب نقول راك ارتكبت جريمة تعتبر جريمة كبيرة في حق مؤهلينا في ولاية القروان، وندد كل شخص في ولاية القروان متعمد ولا مش متعمد باش يقوم بالنوعية هذه من الأعراس والاحتفالات في وضع استثنائي نعانوا فيه ناس كل. احنا نطالب أهلنا ونطالب مجتمع مدني ونطالب كل المنظمات ونطالب كل مواطن قروي أنه من موقعه يحاول أن يعلمنا بكل تجاوزات، ويحاول أنه هو من خلال مجتمع مدني يتدخل ذات الناس هذوما اللي قاعدين يرتكبوا في أكبر الغلطات لتمس بالمواطنين في جلد القروان. هذه نحب نكتبها، يعطيكم الصحة.